عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم أخوتي، مرحبا بكم. نهار كبير هذا اليوم أخوتي، إن شاء الله الرحمن الرحيم نوريكم شي بيازات ملاح. هتمشيو معنا تشوفوا الحولي، جداد الحولي. تحياتي لكم، مرحبا بكم أخوتي، يلا معايا لكم الإخوة الكرام. تحياتي لكم أخوتي، مرحبا بكم معايا إن شاء الله. أنا دابا راني في صفرو، في المتربة. المتربة كاينة في النواحي ديال صفرو، هاد المتربة هادي من العائلة ديال النساب ديالي. المهم درت هنا واحد الحوالة ودرتهم هادي تقريبا شي 6 شهور دابا، هادي دار كاع 6 شهور. المهم نقول لكم أنا 6 شهور. المهم هاد الحوالة هادو راه واكلين البيو، الله يبارك. أنا غادي نوريهم لكم، هادو ماشي شاريهم البارح وجاي كنبيعهم اليوم. هادو جبتهم درتهم أنا واحد الأخ هشام، هما هادو غنوريهم لكم. اللي بغاهم كياكلوا غير العشوم، كيرعاو في الجبال وتياكلوا القصبور والعدنوس، كياكلوا غير هنا في الطبيعة بيو، وتياكلوا الخرطال ياك هشام، الخرطال والشعير، الشعير الله يبارك. المهم اللي بغاهم أخوتي، اللي بغا واحد مرحبا. هما هادو الحوالي اللي هدرت لكم اخوتي كياكلوا البيو. ها الله يبارك، هانتا هذا الله يبارك. هانتوما شوف هذا، ها هو شوفوا هذا القبضه وكلشي. ها هذا خروف سردي زين تبارك الله، الله يبارك. ها الاخر القبضه اخوتي والعرف مزيان، ما كيرعاو فيه في الجبال، ما كياكلوا الماكله بيو، ياكلوا القصبور مع الدنوس الجرادي، تيضربوا الخرطال الفول. ما غنقول لكم شي، تاكلوا اللحم. ها انتم شوفوا هذا راه غليظ الله يبارك، شوف تبارك الله. هادو اخوتي راه شي 6 شهور وانا دايرهم مع واحد الاخ هشام من العائله ديال المراه ديالي. المهم دابا بغينا نبيعوهم، واللي غياكل هاد اللحيمة غياكل شي حاجه ما شاء الله. ها انتم شوف تبارك الله الخروف كي داير. هذا راه ثني، هذا راه ثني، شوف الله يبارك. شد معايا اخويا هشام الله يعطيك الرضا، حاولي تبارك الله، راه ما شاء الله. هات ثني، انت شوف تبارك الله الغوط. ها شوف شوف الله يبارك، انا اللي هذاك اللي وجهه بيض اخويا هشام. ها شوف تبارك الله، هذا الله يبارك. شنو داير هذا في سنانو؟ تا هو تا هو كيطلع ثنايا. ها مازال حليب اخويا هشام، انا كيطلع ثنايا. لا ما كيطلعهمش، مازال حليب. سنان الحليب، سنان الحليب، هذو راه مشيتهم حليب كاملين. هذاك اللي طلع ثنايا شوف تبارك الله القبضه وكلشي. ها هو لا ملاح، انا اللي هذاك الكمي هذا، هذا وعطيني شي واحد وجهو حمر، راه مخلطين فيهم السرادة وفيهم البلديين ملقمين، فهمتي؟ اللي بغا شي حاجة مرحبا. هما كاينين عندي سبعة واكلين ماكلة رقيقية، كيقايلو في الجبال هنا في النواحي ديال صفرو كيرعاو اخوتي. اللي بغا شي حاجة يتصل بخوكم عبد العالي، غنعطيه الحيمة زينة. سنان الحليب، هي سنان الحليب. هاد الاخ هشام ماشي شي واحد عيط لي باش نبيع له الحواله، هادو راهم دياولي انا وياه دايرهم هنايا في النص، واش فهمتي؟ باش شي 6 شهور هادي وما عنده هنايا، اللي بغاهم مرحبا. راه لي هذاك اللي وجهو احمر، شوف تبارك الله هذا، شوف ها شوف الله يبارك، حولي بلدي. ها القبضه الله يبارك، القبضه والصغر. ها سنان الحليب، ها لا هذا جايب ثنايا، هذا راه ثني. انا دابا ملي جبتهم له حليب ما بقيتش عاقل، ما نكذبش عليكم، راه 6 شهور فازيد تبارك الله. خويا هشام بغيت نناقش معاك، زيد لعندي لهنا. تحياتي لك اخويا هشام. انا غادي نناقش مع الاخ هشام اللي كان مقابل هذا الخرفان، هو هذا الاخ هشام، هذا راه من العائله ديال المراه ديالي، وميم طو حنا عائله كنا، الله يبارك. هو عنده اتساع هنا في صفرو وكل شيء، غنشاركوا معكم اخوتي هشام. اخويا لاحظ كي لما قول لي هذا الخرفان شنو تياكلوا؟ خويا شنو نقول لك، كنا دايرين الفوراج، كنا الفول كناكلوا الفصام. الفوراج والفول والفصام. هذه راه هي بلده بلديه. هذه ديال هنا اللي كنت زارع هنايا في الضيعه. هذه من بعد عاد بدينا كنعطيهم العلف. من الرمضان هنا بدينا كنعطيهم الشعير. من الرمضان لهنا كتعطيهم؟ العلف. من العشيه لعشيه نعطيهم العلف. نعم قول لهم شنو عندك؟ الشعير عندك، الفول عندك، الذره. نعم. عندك اسيدي شويه ديال الفرينه مخلطه مع الرزه. نعم هذا هو العلف اللي كاين. هي والسرحه والفوراج ملي بدا يبس. نعم ملي بدا يبس كنحشو نعطيوهم. تبارك الله تبارك الله، هذه هي الماكله بيو خوتي. المدود يشوفوا المدود. نوريهم المدود، يلا معايا تشوفوا شنو هذاك الماكله اللي في عندك هو الفوراج. الفوراج يلا تشوفوا معايا خوتي اش كياكلوا، غنحلوا لهم يدخلوا. ها الحوالي هانتوما الشوف اللي بغى البيو، بحال شكل الخضره اللي كتزرع بيو بلا دواء بلا والو. سير على الله. اللهم بارك. زيد اللهم بارك. زيد سير سير سير. الله يبارك.
تشوفوا معايا الماكله. اجا اخوتي تشوفوا معايا. بسم الله زيدوا معايا تشوفوا واش كياكلوا. ها هذا الخرطه ياك الخرطه، هذا الفوراج. الفوراج اجي تشوفوا معايا الفوراج كيبان مزيان. الفوراج ها انتم اخوتي هذا الفوراج، ها هو هذا كيعلفهم هذا الشيء هذا. ها الفوراج ها هو هذا، هنايا كاينه فارينه وكاينه الذره وكاين الشعير وكاين شويه ديال النخاله اخوتي. ها هي دي هنايا ها البركه. ها هادشي اللي شاط عليهم دابا عرفوا خويا هشام. لا لا شي مازال هذيك ديال الصباح، هذا العب الصباح ديال الصباح. تبارك الله كتهلا خويا هشام، يعني شايط عليهم العب. سكت الله سكت الله بك اليوم يعني ما يتسالك. اش غادي دير؟ هادشي اخوتي هانتوما شتو، هادشي بيو 100% بيو، عاد زائد كيخرجهم للجبال ياكلهم داكشي ديال اللي نايض مع الدوم ومع كذا، يعني الخرفان راعيين. ماشي الحمقى في البلاد تبارك الله. ما العام الصيف ناقص داكشي كله كلاو هكاك، يعني الصيف ناقص هاد العام اللي قسم الله كلاو. الله يبارك، الله يجعل البركه. حنا نبغيو الناس منين يذبحوا وياكلوا اللحم يدعوا معاك، يدعوا معاك ومعانا كاملين. الله يحفظك اخويا هشام. هانتوما اخوتي اللي بغى شي عائله يضرب هاد السبعه نضرب معاهم سبعه في دقه، بغى يمشي يصدقهم مرحبا، بغى يديهم يكرم راسو بهم مرحبا. تحياتي لكم اخوتي. ومازال ان شاء الله اخوتي غنمشي عند خونا رضوان ندير معاه واحد الفيديو نكمل معاكم السلسله ديالي.